مرحبا مشاهدينا في تحديث حول ما يجري في الأسواق اليوم من شركة ADS Securities. كنا قد تكلمنا في الصباح بأن الدولار الأمريكي يشهد بعض عمليات البيع والتداولات في كلا الاتجاهات، حيث نقوم يعني خلال هذا الوقت في الصباح في تسعير العملات وصناعة السوق لكافة الأسواق العالمية. إلى الآن الدولار الأمريكي لا يزال متماسك، الملاذات الآمنة خسرت قليلا من قيمتها نتيجة يعني انخفاض توترات كوريا الشمالية، وأيضا انحدار تصنيف أعصار إرما في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني خفف الضغط على الدولار الأمريكي، والملاذات الآمنة في نوعا ما في تراجع، خاصة الين الياباني والذهب، ولكن لا يزالان متماسكان. الجلسة الأمريكية ينتظرها المستثمرون، الكل ينتظر السيولة. الجلسة الأمريكية هي التي تحدد أكثر مسار العملات، مسار الملاذات الآمنة، لننتظر يعني كيف ستكون هذه الاتجاهات. ولكن بشكل عام الدولار الأمريكي لديه بعض الدعم من يعني انخفاض هذه التوترات التي تكلمت عنها، وأيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب بالتسريع للكونغرس الأمريكي أن يوافق على مشروع تخفيض الضرائب والإنفاق، فهذه تعطي دعم من جديد للأسواق الأمريكية وللدولار الأمريكي، ولربما قد تكون فرصة أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يضغط أكثر على الكونغرس الأمريكي من أجل أن يكون هناك تسريع في هذه المشاريع الاقتصادية التي تدعم خطته الاقتصادية بشكل مباشر. هذه يعني كانت لمحة، وهذا كان تحديث نوعا ما حول ما يجري في الأسواق. سنوفيكم بأي جديد مشاهدينا، شكرا لكم.